أن يفت الأنبا المسلم. جرت العادة عندما نتكلم عن تجديد الخطاب الديني يظهر دور المؤسسات الدينية وتتهم أيضا المؤسسات الدينية. سؤالي للنيافتة، هل الكنيسة كمان منوط بها خطة ما أو في دور معين تطوير الخطاب اللي بيقدم للشباب، ودور التطوير ده في أنه يقدم للمجتمع أشخاص فاعلين بدرجة أكبر؟ شيء أساسي جدا أننا نحط أمام شبابنا الثلاث كلمات دول. هو بيقولوا العنوان طويل، أنا شايفه مش طويل، ده مترابط. يعني إيه الخطاب الديني؟ نبدأ به الأول. ليه؟ لأن الخطاب الديني لما بيدي إنسان قريب من ربنا، قريب من مكان العبادة، قريب من التربية السليمة اللي فيها يخشى الله ويحب ربنا ويحب الناس، قطعا دي هتنعكس على القيم. هتوصل عنده قيمة الأمانة، قيمة التواضع، قيمة التعاون، قيمة المحبة الآخر، قيمة العطاء، قيم. طبعا لما يبقى فيه قيم زي كده هيحب الوطن وهيبني الوطن. وبعدين من واحنا صغيرين كان يقولوا حب الوطن ايه؟ فرض عليا. فدي حقيقة، يعني كلمة فرض دي فيها بعد ان حتى الأديان بتقول لنا حبوا الأوطان. فاحنا الثلاثية دي الحقيقة مترابطة جدا، واحنا بنحاول بالنسبة للأسقفية عندنا منهج تربوي من الحضانة لغاية المسنين يعني طول العمر. والمنهج ده عاملينه 100 من قيادات الكنيسة اجتمعوا مع بعض من كل القدر وقعدوا أسبوع مع بعض يقولوا ايه التوجهات اللي نزرعها في الأطفال من الحضانة لغاية ما نوصل للمسنين، من أجل أن يكون الإنسان أمين نحو نفسه ونحو أسرته ونحو مكان العبادة ونحو الوطن كله. فدي الخطاب مقسم بالفئات العمرية عشان يوصل لكل فئة. طيب هروح